السلام عليكم، اسمي ديالي الغزالة فاطمة الزهراء. اول تجربه ديالي في مسرح الهوات، مسرح الشعبي بفاس. من تما دخلت الاحتراف في مسلسل وجع التراب اللي اديت فيه الدور ديال الخلعه، اللي كان اول تجربه ديالي بالنسبه للدور التلفزيوني. من بعد اشتغلت في عده مسرحيات احترافيه، مثل مسرحيه حمار الخربيطي، منها مسرحيه ديال حراز رابحه اللي كانت عندي فيها الدور البطوله الرئيسي هو رابحه. من بعد قررنا انا وفرقه ديال البنات، بين خمسه ديال البنات، اننا نشتغلوا مسرح ديال الطفل. اشتغلنا في عده مدن، منها مدن الشمال، ودابا التحقنا بالمدن الشرقيه، واول عروض لنا فيها هي في مسلسل الهدى بمدينه العروي. وحنا فرحانين بالاستضافه ديالنا، الاستاذ ديالنا السي خالد لينا في هذه المؤسسه الجميله، واللي الحمد لله داز فيها الحفل رائع. اللي كتعتبر هي يعني هي الاولى تجربه ديالكم في الريف. في الريف كامل اول استضافه، يعني الاستضافه ديال مؤسسه الهدى. اول عرض درناه هنايا، واحد الشرف كبير يعني لمؤسسه الهدى اللي غتستضيف. شكرا. شكرا لك.